مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بكم على مدار اليوم الثالث من كواليس بعثة فريق النادي الأهلي هنا في الإمارات وتحديدا في إمارة أبو ظبي بمدينة العين، وتفاصيل مباراة الأهلي والمصري في السوبر المحلي والذي يقام على استاد هزاع بن زايد. هذا الاستاد موطن كرة القدم في الإمارات. طيب هنبدأ معكم بشكل مختلف، نقلنا خلال الساعات الأخيرة الماضية تفاصيل فريق النادي الأهلي استعداداته لهذه المباراة، لكن محتاجين لكم صورة مختلفة شوية، نقربكم من الحدث، نكون موجودين داخل الحدث قبل المباراة ب 24 ساعة. الناس أو المشاهدين أو جمهور النادي الأهلي تحديدا في الوطن العربي الكبير يتابع هذا الاستاد بكل تفاصيله صغيرة وكبيرة قبل أن يصل فريق النادي الأهلي لخوض هذه المباراة على هذا الملعب، واللي كان وش السعد على الأهلي في العام قبل الماضي بالفوز على الزمالك في مباراة السوبر. طيب احنا هنا دلوقتي في استاد هزاع بن زايد، وهو كما يقال عليه موطن كرة القدم في الإمارات. هنتحرك معاكم لحظة بلحظة، هنشوف ميكسن زون الخاص بالإعلام، كاميرات المراقبة، مكان غرف ملابس فريق الأهلي وفريق النادي المصري، غرف المنشطات، أيضا كمان هناك أكثر من غرفة للصغار والشباب ملتقطي الكرات، بالإضافة إلى ذلك غرفة الحكام اللي هيكونوا بالتأكيد طاقم تحكيم إماراتي بيديروا هذه المباراة، غرفة كشف المنشطات، ثم ننتقل بعد ذلك داخل الملعب لمتابعة هذا الملعب والتصميم الهندسي، لأن استاد هزاع بن زايد ولنا الشرف والفخر كوطن عربي وأشقاء أن هذا الملعب كان من أفضل استاد في العالم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة أو تحديدا عام 2015. تابعونا وهنتجول معكم في استاد هزاع بن زايد وكل مكان في هذا الاستاد لحظة بلحظة مع كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. يلا تعالوا معنا. زي ما انتم متابعين معانا واحنا في هذه اللحظات خلاص داخلين في المنطقة الخاصة بمسؤولي المباراة. هذا الباب في خلفي في الصورة الآن هو الباب المتخصص لمسؤولي المباراة، بتكلم عن المركز الإعلامي، المنطقة المختلطة، وأيضا الأشخاص المصرح لهم فقط بدخول هذه المنطقة، سواء كمان الفريقين، سواء فريق النادي الأهلي أو فريق النادي المصري وطاقم التحكيم والأجهزة الطبية الخاصة بكشف المنشطات. وهنكمل معاكم وندخل إلى المكان المخصص لهذا الأمر، لكن اول ما ندخل لو تاخدوا بالكم احنا على شمالنا بخلاف هذا المركز الاعلامي ومسؤول المنطقه المختلطه غرفه الامن. هذه الغرفه هي غرفه التحكم الخاصه بالكاميرات المراقبه لهذه المباراه، وبالتاكيد غرفه التحكم او غرفه الامن او كما يطلق عليها بالظبط سكيورتي روم بتبقى متعلقه بكل كاميرات المراقبه المتواجده في الاستاد لغايه اخر كرسي او لاخر مكان في الدرجه الثالثه في استاد هزاع بن زايد. هنكمل معاكم ونوصل لغايه مقر او غرفه خلع ملابس فريقي المباراة، فريق النادي الأهلي وفريق المصري وطاقم التحكيم، بالإضافة إلى الميكسن زون قبل الدخول إلى استاد هزاع بن زايد، التحفة المعمارية الرائعة هنا موطن كرة القدم في الإمارات. زي ما احنا شايفين احنا هنا دلوقتي امام الغرفة الطبية للاعبين، والغرفة الطبية للاعبين ده المكان اللي بيتم فيه الكشف الطبي لاي من اللاعبين لا قدر الله ممكن يتعرض لاصابة كبيرة، يعني زي ما بتقول ممكن تكون مستشفى داخل استاد هزاع بن زايد. بجوار الغرفة الطبية للاعبين غرفة ملتقطي الكرات، طبعا انت عارفين الصغار والشباب بيبقوا موجودين، الشباب الموجودين خلف المرميين وفي انحاء الملعب محتاجين لهم غرفة كاملة بيغيروا فيها ادوات وبيكون معاهم الكرات الخاصة بالمباراة. هنا أيضا غرفة أخرى، يمكن أكتر من غرفة لأنك ممكن تستقبل في المباراة في الملعب أكثر من مباراة، فبالتالي بيبقى محتاجين أكثر من غرفة، لأن بالطبع المجموعة اللي هتبقى تشتغل محتاجة مساحة وقت ومساحة عدد يتواجد في الاستاد لهذه التغطية. دلوقتي احنا بنقرب للمكان الرئيسي لحكم المباراة، طاقم التحكيم بالكامل اللي هيدير هذه المباراة، اهو زي ما انتم شايفين معانا في اللوحة طاقم التحكيم او الحكام اللي هيديروا هذه المباراة. ده المدخل الخاص بيهم، ده مكان زون مخصص للحكام فقط وليهم غرفة منفصلة ريفريس روم، ده خاص بطاقم التحكيم الاماراتي هيكون متواجد في هذه الغرفة لإدارة بإذن الله وتجهيزه لإدارة المباراة. بجوار بقى غرفة الحكام مدير الاستاد،
يعني تقدر تقول غرفة الحكام أو طاقم التحكيم عامة إذا كان بيدير أي مباراة وعنده أي بقى أي مشكلة هو على طول جنب مدير الإستاد، يعني يقدر يحل له أي أزمة وأي مشكلة. حتى تواجد الغرف وكل غرفة متواجدة بجوار بعضها لها سيستم ولها فكرة معمولة. طاقم التحكيم أول مكان، أول ما تدخل للميكسن زون للمنطقة المختلطة وقبل ما تخش للإستاد، وبعد كده سايبين بقى غرف ملابس الفريقين بجوار بعضهما وكما طرف الصورة، استقلالية لطاقم التحكيم في مكانه بعيدا تماما عن فريقين. وهنا في امام كاميرات المراقبه وتحديدا في بعض اللافتات مكتوب الملعب، هنا اتجاه الملعب، واحنا هنا خلاص بنقرب من مقر او اقامه كلا الفريقين، وهنشوف بالظبط اول غرفه ملابس هتكون مخصصه لصالح مين في هذه المباراه. يعني احنا لسه خلاص بنقرب وهنشوف دي غرفه مين. طيب كويس، غرفه فريق النادي الاهلي، هذا المكان هو غرفة تغيير ملابس فريق النادي الأهلي، وحتى كمان تم تغيير اللوحة وكتب اسم فريق النادي الأهلي وتحط شعار نادي القرن، شعار النادي الأهلي. هنا سيسكن فريق النادي الأهلي في غرفة تغيير الملابس قبل النزول إلى ملعب المباراة. وده المكان بقى البانر الإعلاني الخاص بالميكسن زون، اللقاءات الإعلامية واللقاءات الصحفية فور خروج اللاعبين من ملعب المباراة وقبل الدخول إلى غرفة خلا ملابس. كل مكان مخصص ليه قيمة وليه معنى وليه فكرة. طيب أهم مكان بقى هنا في ملعب هزاع بن زايد، زي ما احنا شايفين اهو مسؤولي المباراة غرفة فحص المنشطات. بالطبع احنا عارفين دلوقتي خلاص بقى الرولز المتعلق بمباريات الاتحاد الدولي فيفا والكاف الاتحاد الافريقي، وايضا هناك في مصر ادارة مكافحة المنشطات، غرفة فحص المنشطات دي هيتم من خلالها اجراء كشف طبي لكشف المنشطات على عدد من لاعبي النادي الاهلي ولاعبي النادي المصري، ده اجراء متبع وهيكون داخل هذه الغرفة، هذا المكان المخصص لفحص المنشطات، لان بالتأكيد ليه خصوصية وليه طريقة معينة في سحب عينة المنشطات من اللاعبين. بنتجول معاكم، لكن عايز ارصد لكم حاجة مهمة كمان على الميني دلوقتي، غرفة الصلاة اوقات كتيره ممكن تكون بعض المباريات بين الشوطين في توقيت للاذان والصلاه او قبل بدايه المباراه وبدا بعد بدايه المباراه. خلاص احنا بنقرب دلوقتي من مدخل الاستاد، لكن وانت خارج من الاستاد زي ما شفت في اليافطه مكتوب الحكام مسؤولي المباراه غرف تغيير الملابس. كل كلمه وكل لقطه وكل مشهد في استاد هزاع بن زايد مرسوم بالخريطه بحيث انك تقدر تعرف رايح فين وجاي منين، وده مكان ايضا مخصص للميكسن زون لامكانيه اجراء لقاءات اعلاميه وصحفيه عقب نهايه المباراه. ده اتجاه الملعب، لكن قبل اتجاه الملعب بقى في المنسق العام الجنرال كوردينيتور، ده المنسق العام للمباراه وده اللي بيبقى مسؤول عن تنظيم كل شيء في مباراه السوبر، ودي الغرفه اللي هيكون فيها المنسق العام، دوره ان بينسق الامور التنظيميه مع طاقم التحكيم مع كلا الفريقين، فريق النادي الاهلي فريق النادي المصري، للوصول لامتى بالظبط لاستاد هزاع بن زايد، النزول امتى بالظبط لملعب المباراه، وقت عمليات الاحماء بالتنسيق مع الحكام، ثم الستارت بدايه المباراه اللي هتكون الساعه 8 بتوقيت الامارات، 6 باذن الله بتوقيت القاهره. وزي ما انت شايف دلوقتي ادي مدخل الملعب، وده بالتأكيد بوابة إلكترونية لمدخل الملعب عشان نقدر ندخل لاستاد هزاع بن زايد، مشهد أكثر من حضاري وجميل جدا. وزي ما احنا شايفين خلاص بقى البانر الإعلاني الخاص بتنظيم هذه المباراة من قبل الشركة الراعية برزنتيشن سبورت مع الرعاة الخاصين بهذه المباراة بالنسبة لمباراة الأهلي والمصري، فريقين اللي بإذن الله إن شاء الله هيكونوا على شرف استضافة هذه البطولة، بطولة السوبر بإذن الله، ونتمنى إن شاء الله تكون البطولة السوبر العشر. عايز أقول لكم المشهد رائع جدا، انت داخل تحفة معمارية كبيرة جدا ومشهد اكثر من رائع، تصميم هندسي على اعلى مستوى. استاد هزاع بن زايد ملعب متميز جدا للاهلي، لعب عليه مباراتين، لعب عليه مباراة الزمالك العام قبل الماضي في السوبر وفاز وكان تحت قيادة الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، و منذ عامين الاهلي واجه فريق اي اس روما الايطالي وفاز على فريق روما الايطالي باربعه اهداف مقابل 3، وكانت مباراه كبيره جدا، وهذا الملعب امتلا عن اخره بجماهير النادي الاهلي، رغم ان مدينه العين بعيد عن اماره ابو ظبي بحوالي 80 كيلو متر واقصر بالنسبه لدبي، لكن جماهير النادي الاهلي بتاتي من كل مكان حريصه على التواجد وامتلاء الملعب استاد هزاع بن زايد. طيب هنبدا في استاد هزاع بن زايد نقطه نقطه.
المكان اللي في الدور العلوي زي ما احنا شايفين خالص ده المكان المخصص للمؤتمر الصحفي او الميديا سنتر اللي بيتعمل فيها المؤتمرات الصحفية بالنسبة لكل السادة الصحفيين ووسائل الاعلام، لان المكان زي ما احنا شايفين كبير، مش قاعة مخصصة فقط، لا هي قاعة وملحق بها كمان ميديا سنتر، مركز صحفي بالنسبة للحدث بالنسبة للصحفيين. وفي الأمام ده البانر أو الخاص بالتواجد الصحفيين في ممارسة عملهم داخل الاستاد. أعلى الميديا سنتر كبائن التعليق الخاصة بالمعلقين للتعليق على المباراة والاستعداد للمباراة وتجهيز كل أوراقهم. ولو تلاحظوا كل مكان مرتبط ببعضه، يعني الميديا سنتر تحت وفي المؤتمر الصحفي وكبان المعلقين فوق، بحيث أن المعلق يقدر من خلال الميديا سنتر يحصل على التشكيل من غير ما ينزل لأرض الملعب أو يجد صعوبة في النزول للدور الخامس أو يطلع عليه. يعني محتاجة أن أنت كل حاجة مترتبة بخريطة وبسيستم عشان الناس تساعد بعضها وتقدر تكمل شغلها بشكل كبير جدا. حتى زي ما أنتوا شايفين معايا، حتى واحنا هنا في استاد هزاع بن زايد الزملاء الصحفيين المصريين متواجدين معانا حتى اهو في الميديا سنتر بيلتقطوا بعض الصور التذكاريه في استاد هزاع بن زايد. كل سعيد بهذا المشهد، لان خلاص الدور الاخير ده بالكامل مخصص للميديا سنتر ومخصص لكبائن المعلقين للتعليق على المباراه. هننزل يعني تقدر تقول طابق او طابقين هتلاقي صاله الفي اي بي كبار الزوار، وهي الصالة المخصصة للضيوف وبالتأكيد كبار الضيوف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مجلس أبو ظبي الرياضي، بالإضافة إلى اتحاد كرة القدم المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بما أن طبعا السوبر المصري بيقام تحت استضافتهم، وكلا مجلس إدارة الناديين، فريق النادي مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي المصري. ثم في الأسفل بعد المقصورة الأمامية والدرجة الأولى، خلاص ده بقى الميكسن زون أو الطريق اللي احنا خرجنا منه اللي بينزل منه كلا الفريقين بعد نهاية المباراة أو بيبدأوا منه هم خارجين من غرف تغيير ملابس وداخلين الملعب. هنقرب شوية عشان نوريكم كمان تم اختيار كل فريق هيتواجد على أي من دكة البدلاء. الأهلي هيكون متواجد على يسار المقصورة، ودي دكة البدلاء الخاصة بفريق النادي الأهلي، وقلنا برضو بنعيد تاني الأهلي بطل الدوري والكاس، فليه الأولوية اختيار دكة البدلاء. وزي ما انتم شايفين كمان في حفاظ مهم جدا، يعني الناس محافظة على الكراسي الخاصة بدكة البدلاء. على الجانب الاخر ده بقى فريق النادي المصري في الاتجاه الاخر الخاص به، وايضا فريق النادي المصري بشعاره، وبالاضافة كمان زي ما قلت لكم بيتم تخطيط الكراسي بالكامل حتى طبعا بيتم الحفاظ عليها بشكل كبير، وفي الخلف هيبقى الدرجة الاولى، وفي كمان مخصص كده مقعد تقدر تقول زي رومز خاص ببعض الشخصيات زي البلكون مثلا في السينمات، انك تقدر من خلاله في مطعم بالداخل، بالاضافة انك ممكن تحضر منه تتابع المباراة. يعني ماركتينج جزء شوية بيحاولوا يعملوه في السادات دلوقتي على احدث الطراز عشان يكون في امكانية انك تقدر تسوق وتقدر تجيب فلوس من كل مكان داخل استاد هزاع بن زايد. حتى الاعمال خلاص متواصلة وجارية معانا في استاد هزاع بن زايد، الكل بيستعد بشكل كبير، وخلاص بقى هنا هيبقى الدرجة التالتة يمين. ولغاية دلوقتي حسب ما المعلومات اللي وردت لينا في استاد هزاع بن زايد ان هذا الاستاد بيسع لحوالي 25,000 متفرج، هيتم او تم طباعة بالفعل 22,000 تذكرة خلال الساعات الماضية، والاستاد مش هينقسم الى جزئين، مش هيتم فصل الاستاد جزئين كما حدث في مباراة القمة في العام قبل الماضي او في العام الماضي، لكن هيتم تخصيص مساحة اكبر لفريق النادي الاهلي. طبعا جماهيريته الكبيرة، شعبيته الكبيرة، جماهير الاهلي متواجدة في كل مكان، هتبقى حريصة على التواجد. ومش هننسى طبعا المكان المخصص والمميز لجماهير النادي الاهلي في التالتة شمال اللي هيكون الجمهور ممتلئ بالتأكيد عن اخره، وهيتم تخصيص جزء نقدر نقول في حدود حوالي تلت مدرج او جزء من المدرج لجمهور النادي المصري في هذا الاتجاه. لكن بشكل عام الاستاد باذن الله هيمتلئ باللون الاحمر. ارض الملعب ده الجزء اللي انا محتاج اختم بيه هذا التقرير عن استاد هزاع بن زايد، موطن كرة القدم كما يطلقون ابطال الملاعب، الذي حقق انجازات منذ عام 1968. لو طروا نجيلة الملعب، هذا الملعب هو ملعب نجيل طبيعي مش نجيل صناعي، وبيتم صيانة هذا الملعب يوميا لأكثر من 3 ساعات بشكل يومي وبشكل دوري. لكن عشان تقدر تحافظ على أرضية الملعب بهذا الشكل محتاج تفرش
غطاء مشمع عشان تقدر تحافظ على النجيلة مع الصيانة الدورية اليومية لمدة 3 ساعات من خلال تنفيذ إحدى الشركات الأجنبية لمتابعة هذا الملعب بشكل جيد جدا للحفاظ عليه وتجهيزه بشكل مميز لاستضافة المباريات. نادي العين بيلعب على هذا الملعب بشكل مستمر في فترة من الفترات. خلال الفترات الأخيرة الاتحاد الإماراتي كمان كان من خلال المنتخب الإماراتي لكرة القدم كان بيؤدي مبارياته الرسمية عليه. هذا الملعب هناك شروط خاصة من لجنة دوري المحترفين في الاتحاد الإماراتي والاتحاد الآسيوي طبقت معاييره على هذا الملعب، وبالتالي هذا الملعب يستطيع استضافة أكبر مباريات دولية في استاد هزاع بن زايد، لأن المعايير الخاصة بفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم مطبقة على أحدث طراز، مطبقة على أفضل معايير، المعايير الأساسية الأولى لاستضافة أي من المباريات. ورغم أن سعة الاستاد لا تتعدى 25,000 متفرج، لكن السعة ليست هي العنصر الأساسي في جعل هذا الاستاد استاد دولي لاستضافه مباراه كبيره، لكن باذن الله يكون استاد هزاع بن زايد وش السعد على فريق النادي الاهلي، فاز على الزمالك، فاز على روما، وباذن الله يفوز على النادي المصري مساء يوم الجمعه. ونحتفل هنا في تمام الساعه 10 بتوقيت ابو ظبي، 8 مساء بتوقيت القاهره برفع السوبر للنادي الاهلي، ويكون السوبر باذن الله العاشر في تاريخ بطولات النادي الاهلي، وكما قال حسام عاشور في احدى اللقاءات التي تم تسجيلها على مدار هذا اليوم، باذن الله تكون البطوله كمان 33 لكابتن فريق النادي الاهلي، وما اعظمها من هذه ارقام قياسيه تسجل باسم اللاعبين وتسجل بالتاكيد باسم النادي الاهلي في الوطن العربي الكبير. سعداء بالتواجد في هذا الاستاد، سعداء ان احنا كنا معاكم في استاد هزاع بن زايد على مدار هذا اليوم من خلال نقل مؤتمر صحفي ومن خلال تجول في استاد هزاع بن زايد لنقل هذه التحفه المعماريه، وباذن الله ان شاء الله كمان خلال الشهور القادمه او السنوات القادمه يبدا الاهلي في وضع اللبنه الاولى لانطلاقه استاد القرن، استاد النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. هذا المشروع الذي اطلقه مجلس اداره النادي الاهلي خلال الفتره القليله الماضيه لانه حلم، حلم كل الاهليه، وباذن الله ان شاء الله يكون هذا الاستاد استاد النادي الاهلي باذن الله يكون بافضل تصميم وبافضل شكل، وباذن الله كمان يسع لمساحه اكبر من جماهير النادي الاهلي. كل الشكر لكم، بالتوفيق يا رب لفريق النادي الاهلي، ونكون معاكم باذن الله بشكل حصري وخاص وكواليس حصريه لفريق النادي الاهلي من هذا الملعب يوم المباراه غدا باذن الله منذ الصباح حتى المساء، ونحتفل بكأس السوبر المصري العاشر في تاريخ مشواره وبطولات النادي الاهلي.